يقول السائل: كنت أستمع مع الإمام وهو يصلي بالناس صلاة التراويح، وعندما وصل إلى سجدة التلاوة سجدت معه، ولكن عندما رفع رفعت قبله، فهل علي شيء؟ سجود التلاوة إنما يشرع للقاري والمستمع، للقاري والمستمع دون السامع. من مر وسمع السجدة وهو ما قصد الاستماع، هذا ما يشرع له سجود التلاوة، إنما تشرع للقاري والمستمع فقط اللي يقصد الاستماع. فإذا كنت تقصد الاستماع وسجد الإمام فإنك تسجد، ولكن لا ترفع قبله، لأنه إمامك ولا تسبق الإمام. نعم. يقول السائل: هل إذا توضأ الإنسان بأكثر من ثلثين، ولكن فيه ملاحظة، إذا كانت المسافة بعيدة، الإمام في المشرق وأنت في المغرب، لا يصلح أنك تسجد معه، ولا يصلح الائتمام به وهو بعيد، إنما إذا كنت قريبا منه لابد من هذا. نعم.